بسم الله نتكلم على pitfalls in management of adrenal insufficiency. في الاول كده في general considerations and pitfalls في الدياجنوز. اول حاجه الكورتيزول ليفل must be in the measured in the morning. لازم نعرف ان في low level normal بيبقى later in the day. ولازم يتعمل 12 ل 24 ساعه لو العين ماشي على هيدروكورتيزون. ولو العين ماشي على بريدنيزون او بريدنيزولون لازم يتقاس 1 day after. ولو البيشنت ماشي على لونج اكتنج جلوكورتيكويد لازم نغير الريجيم للهيدروكورتيزون قبل القياس. الموست سنسيف في الدياجنوز هو السناكتين تيست. كورتيزول رايز اباف 18 مايكرو جرام بر دي سي لتر افتر ذا نورمال ريسبونس افتر 60 مينت اون 250 مايكرو جرام اللي هو الايه السناكتين او الكوزنتروبين. لازم نعرف حاجه اسمها الدايورنال كورتيزول ريليز عشان نعرف امتى يتقاس اكيوريت. يعني المورنينج بيك ات 9 اي ام او ميد نايت ثرو او 6 و12 18 24 ما فيش حاجه اسمها 9 بي ام هو 9 اي ام بس. ايه الفاكتور اللي بتاثر على قرايات الكورتيزول ليفل؟ ممكن يبقى فولس انكريزد يعني العين نلاقي عنده يعمل كورتيزول ليفل نلاقيه عالي ودي حاجه فولس يعني هو العين هو البيشنت نورمال ما فيهوش اي حاجه. لو العين سايكولوجيكال او عنده انوركسيا نيرفوزا او هو انكنترول دايابيتس او اوبيستي ولو الكهوليك او لو هو في سيتويشن زي عيانه ماشيه على استروجين زي الاورال كونتراسيتيف بيلز او البريجننسي بيبقى عندهم حاجه اسمها الكورتيزول بايند جلوبين عالي فلما نيجي نقيس لها كورتيزول هيبقى عالي. ده لا يعني ان هي كوشنج يعني اللي هو عشان الدراجز هي اللي عامله كده. فولسلي ديكريزد في الهايبر ثايروديزم والليفر سيروزس والنفروتيك والايه والسبسس او الكريتيكال كونديشن لان ده بيقلل الكورتيزول ليفل. النفروتيك والليفر سيروزس بيقللوا حاجه اسمها السي بي جي فبيقلل الايه كورتيزول ليفل بالتبعيه وده ما يدينيش انطباع ان هو اديسون يعني. فاكتور امباكتنج ريليابيلتي اوف توتال سيرم كورتيزول ليفل زي ما احنا قلنا البريجننسي اند استروجين كونتيننج اورال كونتراسبشن لانها بتزود السي بي جي ده الميكانيزم بتاعها. الحاجات اللي ده برضو مراجعه للسلايد اللي فاتت السيروزس والنفروتيك سندروم بتقلل السي بي جي اند ليفل فبالتالي بتقلل الكورتيزول. لو العيان بياخد كورتيكوستيرويد في اللاست 24 ساعه مش على ديكسا يعني بيبقى فيه كروس رياكتيفيتي مع كورتيزول عشان كده لو العيان عشان اعمل له اسيف في المعمل على الكورتيزول لازم اقول له يمشي على ديكسا يعني لو في ريجيم من غير ديكسا يوقفه عشان ما يدينيش ايه فولس ريات فولس يعني. برضو التايم اوف ذا داي والتايب اوف ذا تيست الحاجات دي بتتحكم في الكورتيزول ليفل والاي سي تي اتش ليفل لان في حاجه اسمها فيسيولوجيكال او دايورنال فاريشن فممكن انا اقيس كورتيزول مثلا او اس تي اتش في وقت يكون هو عالي او واطي ويديني ايه امبريشن غلط يعني. دايجنوز اوف سكندري ادرينال انسفشنسي بيعتمد على ايه؟ اول حاجه بيعتمد على ان انا اقيس 8 اي ام سيرم كورتيزول وبقيس حاجه اسمها بعمل حاجه اسمها كورتيزول ستيميوليشن تيست بلس فاستنج اي سي تي اتش بلازما تيست. هو نورمالي في الادرينال انسفشنسي المفروض الريسبونس اللي احنا قلناه سيناكتين تيست ده بيبقى امبيرد او بلانتد يعني بجد 250 مايكرو جرام سيناكتين بعد اقيس بعد ساعه 60 دقيقه هلاقي الايه الكورتيزول مش هيعلى فده ممكن يبقى برايمر او سكندري ما اعرفش لسه فبعمل بقى حاجه اسمها ايه فاستنج اي سي تي اتش بلازما تيست. السيناكتين بقى ده مش موجود في مصر قوي هو اللي موجود بداله اللي هو كوزنتروبين لان التترا كوزاتايد ده مش افيلبل هنا يعني. في حاجه اسمها فولس نيجاتيف ايه سيناكتين تيست يعني ان انا مثلا العيان في لسه في ايرلي عنده هايبوثالاموس او بيتيوتري انسفشنسي لسه في الاول فما بدي اكسوجينس اي سي تي اتش هيستجيب عادي في الاول فدي كان فقالوا العيان ده انت كده بقيت كويس او انت كويس مش اكسكلودنج السكندري او سنترال ادرينال فيلير فده مش شرط لان احنا بننقل بقى على التيست اللي هو البديل بتاعه اللي هو حاجه اسمها انسولين تولرانس تيست ده اللي هو كونفيرماتوري وده جولد ستاندرد برضه بس هو ستيل دينجرس برضه لانه بيعتمد على ان انا اخلي العين يحصل له هايبوجلايسيميا عشان استيموليت الايه كورتيزول سكريشن فده لازم يتعمل في حاجه اسمها سبيشاليزد سنتر وايه لان التحليل بيتعمل لمده ساعتين. امورنج 9 ام سيرم كورتيزول اكثر من 500 نانو مول بير لتر او اللي هو 18 مايكرو جرام يعني بير ديسيلتر ده خلاص ايه احتماليه الادرينال انسفشنسي خلاص اكسكلودد طالما اكتر من 18 من 16 ل 18 ده دوبتول تحت كده بعمل بقى البروفوكيتيف تيست او اللي هي
سيناكتين او الانسولين تولرانس تيست. طب لو الكونسنتريشن اقل من 100 خاصه في الاستريسد انديفيديوال ده هايلي سجستيف اوف دايجنوز خلاص يعني مش محتاج اعمل كونفيرميشن. لا يعني الاقل من 100 نانو مول او اكتر ده يعتبر خلاص كونفيرماتوري. اكتر من 500 ده كونفيرماتوري ان هو مش اديسون. لكن بين البنين بحتاج بقى كونفيرميشن كونفيرماتوري تيست. فور اكيوتلي ايل بيشنت ويز ميجور تروما او سيبسس او العين اللي في الاي سي يو او كده ا سيف كات اوف از انون بات الكورتيزول اكتر من 700 نانو مول بير لتر ده رول اوت الادرينال سفيشنسي. يعني بعلي انا الثريشولد شويه عشان هو المتوقع ان هو في سيبسس يعني. طيب لازم نعرف حاجه اسمها في الفاظ اسمها سب كلينيكال برايمري ادرينال انسفيشنسي. سب كلينيكال يعني اقيس البيز لاين كورتيزول الاقيه نورمال بس عنده الاس تي اتش عالي زي سب كلينيكال هايبوثايروديزم كده او نورمال كورتيزول ويز امبيرد ايه اس تي اتش ريسبونس. بعمل له كوزنتروبين تيست ده الاقي ايه معليش امبيرد بس في البيز لاين العادي نورمال ده اللي هو بيسموه سب كلينيكال. وقلنا برضو في حالات البروتين بايندنج ان الكورتيزول بيزيد فدي برضو بتوقعني في مشاكل في التشخيص اللي هي فولس نيجاتيف ريزلت. ولو العيان ماشي على لونج اكتنج ستيرويد ده هيبقى نو ريسبونس للدايناميك تيست والحاجات دي كلها فلازم اوقف على الاقل 24 ساعه. وزي ما قلنا السيناكتين تيست مي بي نيجاتيف ان سكندري ادرينال انسفيشن لان ايرلي الاكسس لسه شغال فلما ادي اكسوجينس اي سي تي اتش من بره الكورتيزول ليفل هيعلى لسه احنا لسه في زي شوك ستيج كده لسه في الاول فالاكسس ايه لسه ما حصلوش فيلير يعني. ان انا 24 اور يورين فري كورتيزول ده يوزلس ده اوبسوليت ما بي يعني اوف ليبل اصلا ما بتعملش يعني ما بشخصش بيه الادسون. طيب هواي الكلاسيكال لابوراتوري ابنورماليتي الطريات بتاع الادسون ايه في ثلاثه هايبوناتريميا وهايبركاليميا وهايبوجلايسيميا دي هما ثلاث حاجات اساسيين. هل لازم كلهم يكونوا موجودين؟ لا ممكن يبقى هايبوناتريميا بس يعني ممكن العين هايبوناتريميا بس كده ويكون هو ادسون مش شرط يكون هايبركاليميك ولا هايبوجلايسيميا. طب ليه ايه تفسير الهايبوناتريميا اللي بتبقى موجوده؟ ان النورمال الكورتيزول بايه بيسبرس الارجينين فازو الانتي دورتيك هرمون هو نورمال فيسيولوجي بينهبت الانتي دورتيك هرمون او الارجينين فازو ريسين هو نورمال بينهبت الايه الهرمون ده ففي اللي حاسمه لوس فيدباك انهبيشن لما الكورتيزول ليفل بيقل يعني فبيعلى كانه سياده يعني كانه سيندروم في ابرو ان ابروبريت انتي دورتيك هرمون سيكريش كانه سياده فبيحصل له هايبوناتريميا يعني بيحصل اكسس ووتر ايه ريتينشن فيبقى دايليوشنال هايبوناتريميا واليورين اوزمولاريتي بتبقى عاليه تمام. حتى الهايبوناتريميا نفسها بتبقى 10% من العيانين ممكن ما يكونش عندهم هايبوناتريميا في اثناء الادرينال كرايسيس فانا برضو ما اتخدعش بغياب الهايبوناتريميا دي. طيب مس انتربريتيشن اوف اكسوجينس ادرينال سفيشنت لو عيان ايه اكسوجينس يعني عيان يعني ماشي على ستيرويد اصلا من بره لاي سبب ما عيان لوبس عيان مثلا عنده انتي فيسوليبس سندروم كارنت ابورشن يعني بتاخد ستيرويد من بره لاي سبب فايه الاحتمالات بقى ان انا الاقي في السيرم ايه؟ ان العيانه ماشيه على لونج ستاندنج ستيرويد تمام هتبقى عندها كوشينويد فيشز يعني هتبقى شكلها مون فيس واوبيس وعندها سترايا والابدومينال جيرس زياده وكده بس في نفس الوقت سحبت الكورتيزون بقى مره واحده يعني موقفاه مثلا بقى اسبوع فهي دلوقتي دخلت في اديسون فيز يعني اديسون كرايزس يعني او اديسونيان ايه انسفيشنسي بس هي شكلها كوشينويد في التيستس بقى الاقي لو كورتيزون ليفل ولو صوديوم وفي هايبوجلايسيميا والايه واعتمد على ديبريسد ريسبونس تو اي اس تي اتش فانا هتخدع بشكل العيان ان هي اوبيس وكده وهي اصلا في اديسون يعني مع انها مون فيس وكده فان انا بعمل ايه جراديوال وذرول وبقى ايه وبمنع ما بسحبش الاسترويد مره واحده دي حاجه اساسيه معروفه يعني. لازم نعرف ان الاديسون ممكن يبقى كو اكزيست مع دايبيتس ميليتس او هايبوثايروديزم كحاجه اسمها اوتو بوري جلاندولار يعني امراض مناعيه واخده كذا حاجه يعني واخده الادرينال واخده وعامل تايب 1 دايبيتس فمش شرط كل العيان الاديسون يبقى جاي بايه بهايبوجلايسيميا مش شرط ممكن يجي دي كي ايه ممكن يجي بتايب 1 يبقى معاه تايب 1 دايبيتس. ولازم معلومه خطيره ان الشيلدرن الموست كومن كوز اوف برايمري ادرينال لو لقيت ادرينال سفيشنسي في نيونيت او في شايلد لازم اكسكلود كونجيت ادرينال هايبرفيز الاول انتل بروف اذروايز يعني قبل ما افكر في الاوتو اميون لازم دي الاول تو بي اكسكلود تمام. ايه ليست اوف اوتو اميون ديس اوردر اللي ممكن تحصل مع الاديسون اللي هي تبقى ماسكوارد دايجنوزس او ان هي ايه تاثر عليا في الكلينيكال برزنتيشن وتبقى مسليدنج. الاوتو اميون ثايرويد ديس اوردر اللي هي الهاشيموتو تمام فعشان كده لازم اعمل ايه اللي هو تي اس اتش طبعا والثايرويد بيروكسيديز والحاجات دي سيلياك ديزيز
فعشان كده لازم اعمل حاجه اسمها تيشو ترانسجلوتامينيز اللي هو اللي بيشخص السيلياك تايب 1 دايابيتس زي ما الدكتوره رانيا قالت اللي هو بعمل اوتو انتي بوديز اللي هي جات 65 وزنك ترانسبورتر 8 والاي بيتا واعمل بقى البيتا سلماس وكده سي بيبتايد والهايبو بارا تمام لان الهايبو بارا تيجي هايبو كالسيميا فتبقى العيان الحاجات متشابكه مع بعضها الاعراض مش واضحه يعني فلازم اكون مايندد بان الاديسون لازم يكون مصحوب ممكن يكون مصحوب من حاجه واحده من الحاجات دي تمام او جونادال فيلير اوفيريان فيلير امينوريا او ايه تستيكولار فيلير فلازم اطلب التستوستيرون توتال وفري واف اس اتش وال اتش سيلياك ديزيز اند اوتومين اديسون ده كلينيكال بيت فول دي حاجه واضحه ومهمه وكومن يعني لازم يعني اي عين اديسون لازم سكرين للسيلياك ليه بقى لان هو في كروس اوفر في يعني تشابك ما بين السيمتوم ما بين المال ابزوربشن بتاع السيلياك والجي اي تي مانيفستيشن بتاع الاديسون بيبقوا الاثنين زي بعض بيجوا نفس الشكل فبيكون باوند للدياجنوز سكندري او سكندلي ثانيا يعني ان كرونيك سترويد ادمنستريشن اللي يعني بياخد سترويد ممكن يعمل يحصل ايه يغير في البرزنتيشن بتاع السيلياك ويخلي المنظار ما يجي منظار ما يلاقيش حاجه يعني ما يبوظ شكل المنظار في الابر جي اي يعني في الهيستوباثولوجي سيردلي ان المال ابزوربشن نفسها بتاع السيلياك بتخلي الابزوربشن بتاع الكورتيكوستيرويد بتقل يبقى عنده مال ابزوربشن للسترويد كمان فيبقى بريسبتيت الايه اديسون انكرايز عشان كده لازم اعمل ايه سيلياك سيرولوجي انتي دوميسيال وتي تي جي والاي جي اي كمان ده روتين لي دلوقتي روتين في الانكوربوريتد في البيشنت ويز اديسون ديزيز طيب ايه بيتفولز في المانجمنت دي حاجات مسلمات يعني ايه دي اساسيه في علاج الاديسون اول حاجه ما نوقفش التريتمنت او انه ناجل التريتمنت على الادرينال كرايسيس وانسى شكيت جمع الايه السامبل بتاع كورتيزول بس ابتدي على طول في التريتمنت ما تستناش النتائج المعمل على طول سلاين وايه وهيدروكورتيزون تمام كونفيرم الدياجنوز بقى ماشي زي ما احنا قلنا في اللي هي جري زون لو هو كات اوف فاليو اكتر من 500 ده خلاص مش اديسون اقل من 100 نانومول ده اللي هو اقل من 3 مايكرو جرام بير دي سي لتر يعني ده مش ده اديسون خلاص ديفينيت لو في الجري زون كونفيرميت بقى بالايه سيناكتين تيست تاني حاجه الهايبوناتريميا اللي موجوده دي تفسيرها حاجه اسمها ابارنت سيادة سندروم ان الكورتيزون نورمال احنا قلنا بايه بنهبت الاف بي نورمالي ففي الاديسون الاف بي ريليز بيعلى فبيحصل ايه كانه سياده كانه سياده سندروم تمام طيب في حاجه خطيره ان انا ما عالجش الهايبركاليميا اللي موجوده في الاديسون بجلوكوز انسولين دي دينجرس ودي فيتال ممكن العيان يموت فيها ليه لان هي الهايبركاليميا هنا علاجها مش ان انا ادي جلوكوز انسولين لا ادي سلاين وهارد كورتيزون لان انا هاجرافيت الهايبوجلايسيميا اكتر تمام فلازم ادي ايه اعالجها بايه سلاين اند هيدروكورتيزون واخر حاجه في المهمه لازم نعرف ان ادرينال كورتيكال انسفيشنسي ممكن تبقى جايه بهايبرجلايسيميا ودي كي ايه يعني عكس المتوقع خالص تايب 1 دايابيتس لو هي معاها تايب اندرلاين تايب 1 دايابيتس از اولسو اسينشال تو ستريس على ان الهايبركاليميا دي قاعده هايبركاليميا في غياب الرينال فيلير وفي غياب السودو هايبركاليميا از ديو تو ادرينال كورتيكال انسفيشنسي انتروبوز اذروايز يعني ده دي قاعده كده زي ما في النساء يقول لك شايلد بيرنج بيريود وفي ميل عندها بدون البين دي بي سي او او توك بريجنسي اند برود اذروايز هي حاجات مسلمات كده يعني ثيرابي ويز انسولين اند جلوكوز دي جريمه في علاج الهايبر كيميا بتاعه الادسون ليه لانها بت ايه بت اجرافيت الهايبوجلايسيميا فعلاجها حاجه ثانيه سلاين وهيدو وستيرويد مش طيب ايه الميديكيشن اللي هو في تشويس في الادرينال كرايسيس الهاي اي في هيدروكورتيزون باي نيم يعني مش ان انا ادي مثلا بريدنيزولون ولا ادي ديكسا ولا ادي سوليمدرول يعني حتى لو دي سوليمدرول مش هيعمل حاجه برضه سوليمدرول بالس سترويد لازم هيدروكورتيزون عشان فكره الايه جلوكورتيكويد اند مينوكورتيكويد بروبرتي بتاعته تمام اللي هو السوليكورتيف يعني ايه لا غلط ما هو ما فيش اهو ملوش مينوكورتيكويد بروبرتي خالص ولا حتى البالس سترويد ولا حتى السوليمدرول كمان احنا عايزين هو باي نيم سوليكورتيف ايوه هي دي الاساس مش ان انا ادي سترويد وخلاص كده
ككرونيك تريتمنت آه. لكن هو بيتكلم على الهيدروكورتيزون ده اسينشال في الكرايسيس بس. طيب ان بيشنتس ويز هايبوثايرويديزم اند كونكوميتنت ادرينال فيلير، ودي متوقعه عادي او اوتوميون اسوشيشن، لو انا اديت ثايروكسين ريبليسمنت من غير هيدروكورتيزون ده انا كده بموته برضه، بدخله في اكيوت ادرينال كولايتس. ليه؟ عشان الثايروكسين بيشتغل على حاجه اسمها 11 بيتا هيدروكسيسترويد هيدروجينيز 2 اللي هو بيكسر الاسترويد النورمال القليل اصلا، فبيخلي القليل يبقى اقل واقل. اه فده كرايم لو انا ادرينال انسفيشنسي ومعاها هايبوثايرويديزم وبدات بالتروكسين على طول. تمام؟ اولويل اديسون اكتيف استرويد الاول اه اي قبل الثيروكس اي نفس الفكره دي. اه ما سواء سنترال فيلير او سواء اوتو اميون بولي جلاندولار دي او دي يعني. طيب في لفظ مهم اسمه ريلاتيف ادرينال انسفيشن في الكريتيكال ايلنس، ده لفظ خطير ومهم يعني. 70% من البيشنت في الاي سي يو with clinical syndromes of sepsis او cardiac shock او whatever يعني في stress condition يعني عندهم حاجه اسمها relative 70% يعني ده نسبه كبيره جدا. طيب الابروتش اوف كريتيكال ال بيشنت يعني ذات ويل ايدنتيفاي الادرينال سفيشنسي، ايه هدفه؟ ان انا بمنع الانسيسري يوز للاسترويدز الكتيره الابيوز بتاع الاسترويد في الرعايه، كل شويه هاي استرويد وبالس وميني بالس وكده وسلمدرول 100 و500 فانا لازم ايه، لان لازم اكسكلود الادرينال ايليمنت الاول. تمام؟ طب ما معنى السيرسي اللي هو كريتيكال انس ريليتد كورتيكوسترويد انسفشنسي؟ ده ان اديكويت ايه سيلولار ريسبونس للاسترويد اكتيفيتي اللي هو اللي جوه مش متماشي مع الالنس السيفيريتي بتاع الالنس اللي هو في الجسم. طيب دي بسبب ايه؟ عشان البرو انفلاماتوري سايتوكاينز خاصه الانترلوكين 6 بيبقى في يا اما بيشتغل بقى يا اما على الاتش بي اكسس يا اما انهبيت الاكسس نفسه. تمام؟ يا اما بيقلل الريسبونس على مستوى الريسبتور يعني. او اللي هو الاسترويد ريسبونس على الريسبتور. ممكن يبقى برايمري فكره ايه ادرينال جلاند ديستراكشن، او فكره سكندري اللي هي انهيبيشن او ديسربشن للاكسس ده يعني اتش بي هايبوثالاميك بيتوتري ادرينال. الانسنس بتاعها 10% و20% كريتيكال ال بيشنت واب تو 60% سيبتيك شوك 60%. تمام؟ ده برضو يعني نفس المعنى ده في الحاله دي لو العيان عنده ادرينال انسفشنسي مع في الاي سي يو بيشن او كريتيكال النس العلاج ساعتها الاسترويد هنا يبقى هيسموه استرويد ريسكيو ثيرابي. طب ايه الجايد لاينز هنا؟ دي زي دي يعني بعمل حاجه اسمها ايه بيزال كورتيزول ليفل بشوفه اقل من 15 تمام ولا من 15 ل 34 ولا اكثر من 34. تمام؟ اقل من 15 مايكرو جرام دي سيلتر ده خلاص ايه الجورت كورتيكويد انسفشنسي ايه لايكلي خلاص يبقى لازم ريبليسمنت. طيب لو من 15 ل 34 بعمل حاجه اسمها الاس تي اتش تيست او بس بقيس الاس تي اتش نفسه او بعمل ايه اللي هو الاستيميوليشن يعني بروفوكي دايناميك تيست اقل من 9 او اكتر من 9. اقل من 9 بلانتد ريسبونس يبقى ده خلاص ايه برضو انسفشنسي. اكتر من 9 يبقى ده الكورتيكوسترويد انلايكلي انسفشنسي هنا انلايكلي. تمام؟ طب لو لقيته اكتر من 34 الاول يبقى خلاص ده بدا مش العيان مش هيستفيد من الاسترويد اصلا يعني ملوش لازمه ان انا ادي استرويد فيه. ده العين اللي هو كريتيكال ايه النس يعني. طيب اخر حاجه كلينيكال بيت فولز المانجمنت اند كوريكشنز، دي زي سيتويشنز كده صغيره يعني. دي فيميل بيشنت 55 يير اولد عندها هيستوري اوف كرونيك استرويد يوز، تاخد استرويد جالها نمونيا دلوقتي بات اي سوت شي هوز هايبوتنسيف من السيبسس سو اي ديدنت جيف هير اند كورتيكوسترويد. فده يعني هو دي غلط، ايه الغلطه اللي هنا؟ في غلطة هنا حصلت يعني. هي دي غلطة يعني فيها لها كوريكشن يعني. لا هنشوف كده مش. اتفضل. ايوه. يعني اللي ماشي على كورتيكوسترويد زي ده وجالها نمونيا. حتى لو ايفن سيبسي لو ايفن حتى دايابيتيك كده ايوه لازم تستخدم الكورتيزون. تمام. يعني لو في ابسوليوت انديكيشن للكورتيكو ابسوليوت مش ريلاتيف ابسوليوت انديكيشن فور كورتيكوسترويد ذير از نو كونتر انديكيشن كده ما ينفعش اوقف عشان كده لازم ادي ايفن سيبسي ده ابسوليوت هو قال هو خاف يدي يوقف من سيبسيس لكن هنا لا ده طالما بغض النظر
احنا الوقت الكوفيد اهي مثلا اهي ايوه ده في انديكيشن لو 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 الاوكسجين ساتوريشن قلت زي ما هم بيقولوا في البروتوكول ايوه في ما فيش كونتر انديكيشن لازم تستخدم كورتيزول. ظبط امورك من الناحيه الثانيه بقى يعني شوف الدايبيتيك ستيت ما اعرفش ايه الكلام ده. تمام يا ميل بيشنت 44 سنة عنده هيستوري برضه معاه هيستوري اوف كرونيك ستيرويد يوز ويز نمونيا برضه بات اي سوت ايه هي ووز هايبوتنسيف من الادرينال كرايسيس سو اي ديدنت جيف هيم انتيبيوتكس. يعني انا ايه قلت القصه هنا غالبا دي اديسونيا كرايسيس وخلاص من الاديسونيا فيلير من السيبتك شوك. لا هو عيان ماشي كويس ونمونيا بسيطه يعني مش ما تفسرش ايه الشوك يعني. فقال لك هنا ايه ان ما فيش تعارض لو انا administering corticosteroid is a key it should never be instead of a conventional treatment antibiotic or IV fluid or vasopressors لو دخل في septic shock بعد كده ديت administered as if the patient was not adrenally insufficient. يعني ما دي الانتيبيوتيك ده تتاخد عادي بمعزل عن الاسترويد ملهاش علاقه. تمام طيب I presumed neonatal neonates poor feeding was the reason for his hyponatremia. بس عنده بقيت كل النورمال نيوبورن سكرين كويس. يعني جاي لي نيونيت هو عنده بور فيدنج ايه؟ عنده هايبوناتريميا. فاحنا فسرناها ان هو ما بياكلش كويس او الميلك ايه بقى وعنده نورمال نيوبورن سكرين. ايه الموقف ده المفروض نعمل؟ ان هو ده لازم اكسكلود حاجه اسمها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. دي الفكره. ان نيونيت جاي ويز بور فيدنج اند سولت ويستنج وهايبوناتريميا لازم اكسكلود الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا. لازم دي تو بي اكسكلود عشان ما تبقاش مزد بعد كده. ايه؟ لا في انواع كتير. كونجنتال ادرينال اللي هي 17 هيدروكسيليز صح. تمام دي ال 21 هيدروكسيليز دي ال 21 ايوه دي اللي هي بتبقى 17 هيدروكسي 17 بيتا و 11 الفا. برضه الموقف الغلط هنا الايزوت يعني اعتقد ان هي ووز ان ادرينال كرايزيس بات اي ونت تو جيت هيز هما هنا بس بيعملوا ستريس على حته النيونيت وهايبوناتريميا تمشي نعمل سكريننج لو في الكونجنتال هايبرز دي يعني دي مش مالنوتريشن. بات اي ونت تو جيت هيز كورتيزول ريزلت باك تو بي شور ايه عشان ابدا. لا ده غلط لازم ابتدي على طول بغض النظر عن نتيجه الايه التست يعني ده ما ياجلش ان انا ادي سترول. تمام اي جيف ذا بيشنت ويز ادرينال انسفيشنسي اورال بريدنيزولون كجرعه ستريس كده سينس هي كود تولوريت اورال ميديكيشن. ده برضو الغلطه اللي هنا برضو ان انا ايه ان انا ادي اي في هيدروكورتيزون عشان فكره المينرال كورتيكويد بروبرتي اللي هي قلنا عليها. The patient has a history of stopping his steroid. He was altered but didn't improve after IV hydrocortisone and IV fluid. وقف هو whatever cause وبعدين هو جايب altered sensorium يعني هو جايب تايه كده مظبوط وما تحسنش برضه مع ان اديته IV hydrocortisone IV fluid. فانا كده لازم احط فكره الايه هايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا اذا كون بروبلم هنا في الادرينال كرايسيس خاصه اللي بيجوا بهايبركاليميا وبنعالجهم غلط بالجلوكوز انسولين فبندخل في هايبوجلايسيميا اكتر لما بندي انسولين يعني. تمام بس فدي دي النقطه اللي عايز اوضحها. ذا بيشنت جيف ا جود هيستوري فور ادرينال كرايسيس بات هي ووز اونلي هايبوناتريميك اند نوت ولا هايبركاليميك ولا هايبوجلايسيميك عشان كده ما اديتهاش كورتيكوسترويد. الغلط هنا ان انا ما اعتمدش على الطريات يعني مش لازم يكون كله كلاسيك كله عندي هايبوناتريميا وهايبر لا هايبوناتريميا الون تشخص على طول. تمام مش شرط ممكن يبقى اقول لي هايبوناتريميا بس قصدك سنترال يعني؟ سنترال سنترال ايوه سنترال ايوه ما فيهاش اصلا ما فيهاش الكترويد ديستربنس رينين والدوستيرون يعني. تمام هو على
ايوه صح. ولا فاريبل انا ليه بس حاطين الكلينيكال سيتويشنز دي عشان ما اعتمدش على الكورتيزول اسيسمنت والاي سي تي اتش لان بتطلع فالسز المعامل بتطلع لان مش هعتمد ان انا اوبسكيور اوريجن يعني اوبسكيور ايتيولوجي تمام بغض النظر عن المعمل فيه ايه مش هستنى نتيجه الكورتيزول او the patient was being admitted to the floor of forceps floor اللي هو الغرفه عاديه يعني فانا اديته اي في هيدروكورتيزون كايه كنوع من انواع الايه فهو ده بيقول لك ان طبعا حضرتك كورتيكوستيرويد فور ذا ستيبل سيبتيك بيشنت ار نوت انديكيتد ثانك يو